من أنواع السحر هو سحر أهل الكواكب الذين يعبدون الكواكب ويتقربون إليها، وهم الذين بعث الله عز وجل إليهم إبراهيم عليه السلام، فإن هؤلاء كانوا يعملون السحر للتقرب إلى هذه الكواكب. ولا تقل إن هذا الأمر قد اختفى، ما تدري، أهل الشر لهم طرق متنوعة، قد يؤتى بهذا النوع من أنواع السحر بصورة أخرى، لكن هي قاعدة لك، لأننا لسنا في مثل هذا الزمن، لسنا منغلقين كالسابق، لا، الآن وسائل التواصل والتقنية تصب على المسلمين صبا، فمن لديه علم بعد توفيق الله عز وجل فإنه يعصم بإذن الله عز وجل.